مين هم افضل 3 لاعبين للنادي الاهلي في مباراه غزل المحله؟ سؤالنا لحضراتكم على السوشيال ميديا، على فيسبوك، على انستجرام، على تويتر، في انتظار اجابات حضراتكم. ونروح معاكم لافضل 3 لاعبين في النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام المقاولين. جمهور النادي الاهلي اختار الحقيقه المتالق المتعملق، واحد من اهم مكاسب الاهلي الموسم ده، وان كان ده مش جديد عليه الحقيقه، احنا طول عمرنا شايفين انه لعيب كبير جدا، لكن هو الحقيقه مركز قوي، فايق قوي السنه دي، ربنا يحفظه. طبعا حمدي فتحي في المركز الاول افضل لاعبي النادي الاهلي في مباراه المقاولين الاخيره. في المركز الثاني بيجي وراه الحقيقه المتالق دايما الحقيقه من الموسم الاخير ومستمر الحقيقه محافظ على مستواه، ربنا يحفظه، اكرم توفيق في المركز الثاني، عشان يكون الصراع بين الاثنين دول على وجه التحديد من بدايه الموسم يعني ساخن جدا. وفي المركز الثالث ولاول مره بيظهر في اختيارات جمهور النادي الاهلي في مباراه المقاولين كان في المركز الثالث كابتن محمد الشناوي. نشوف مع حضراتكم واحنا لسه في سابع ماتشات الموسم ده جدول الترتيب وصل لغايه فين. الثلاث نقاط او النقطتين اللي اضافهم اكرم توفيق لرصيده من ماتش المقاولين بيخلوه يحافظ على صداره جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 6 مشاركات. حمدي فتحي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد 3 نقط بتوع ماتش المقاولين. بعد كده بيجي علي معلول، كهربا، عمرو السوليه، بيرسي تاو، اليو ديانج في المركز الثالث مشترك طبعا او مكرر برصيد 3 نقاط، ومن وراهم محمد مجدي قفشه برصيد 2 نقطة. وفي النهايه الشناوي وعلي لطفي في المركز الخامس مكرر برصيد 1 نقطة.